الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العلم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب الخامس بعد 600، باب متى يحل فطر الصائم. في هذا الباب حديث واحد، هو الثالث بعد 700، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. معنى الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا، أي إذا جاء الليل من جهة المشرق، وذهب النهار أي من جهة المغرب، وغابت شمس ذلك اليوم أي بسقوطها في الأفق، فقد أفطر الصائم أي فقد حان وقت الإفطار من الصوم. الإمام ابن خزيمة يقول: لفظه خبر، فقد أفطر الصائم هذا خبر، ومعناه الأمر أي يجب عليه، أي فليفطر الصائم، يجب عليه أن يفطر. الحديث يدل على مشروعية الإفطار من الصوم عند غروب الشمس، وإن غروبها بيتحقق بأحد أمور ثلاثة يعرف انقضاء النهار برؤية بعضها، وهي رؤية ذهاب الليل بالمشرق، وذهاب ضوء النهار بالمغرب. 2، مشاهدة مغيب الشمس. 3، رؤية قرصها يحتجب وراء الأفق وهو أقواها ولا يحتاج بعده لدليل. ثانيا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين بالإفطار فورا. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين بالإفطار فورا عند غروب الشمس مباشرة، وهذا يدل على استحباب تعجيل الفطر. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.